تحت عنوان فلسطين بطولة التاريخ والجغرافيا، أقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندوة ثقافية ومعرضا فني بالعاصمة السورية دمشق بمناسبة رحيل الشهيدين أبو علي مصطفى وناجي العلي تخليدا لذكراهما. رحم الله الشهيد أبو علي ورحم الله الشهيد ناجي العلي، لأن ناجي العلي أيضا يعني عمل أشياء لم يتمكن من عملها كثير من الفنانين العرب والفلسطينيين، وأيضا نحن نكن له التقدير والاحترام. حقيقة إحنا اليوم في يوم خاص، إنه إحنا نحتفي بذكرى استشهاد قامتين كبيرتين في النضال الوطني الفلسطيني، أبو علي المصطفى القائد الكبير وناجي العلي الاستثناء في فن الكاريكاتير، مو الفلسطيني، فن الكاريكاتير العربي بل يمكن أن نقول العالمي. ناجي العلي رسم 40,000 لوحة، هل تعلم 40,000 لوحة؟ ال40,000 لوحة هدول بمثابة جيش حقيقي فاعل في مواجهة كل أشكال العدوان. ندوة ثقافية حضرها مجموعة من الكتاب والفنانين التشكيليين بالمركز العربي بدمشق، تحدثت عن تاريخ الشهيدين وما قدموه للقضية الفلسطينية والأثر الكبير الذي تركوه للأجيال الفلسطينية المتعاقبة. احنا دائما بنأكد على وجودهم من خلال نقل رسالتهم للعالم. احنا الفنانين مهمتنا ان نرفع مستوى الفن للعالمية حتى، ونقدم لشعبنا فن راقي يتناسب مع نضالاته. هناك شخصيات في الحالة الفلسطينية ولدى الشعب الفلسطيني، شخصيات عظيمة إن تركناها خنا تاريخنا. يجب أن نستذكر كل هؤلاء الشهداء، هؤلاء الناس الذين قدموا أرواحهم لقضيتهم. لا تنسى فلسطين عظماءها سواء كانوا فنانين أو سياسيين أو مناضلين، لتبقى دائما الحكاية متجهة نحو الوطن والعودة إليه. من العاصمة السورية دمشق، مصطفى رضوان، تلفزيون فلسطين.